سجلت مملكة البحرين في آخر إحصائية لها للحالات اليومية لفيروس كورونا انخفاضاً بعدد الحالات. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 910 حالات قائمة جديدة، لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 8664 حالة، منذ منها 15 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وثمان حالات في وحدة العناية القصوى. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1393 حالة إضافية.